الكلام ديالي موجه بزاف ديال لي كونديدا، خصوصا اللي عاد شدوا لا ليسونس ديالهم هاد العام. هذا حداو راسكم كي تتع التسجيل، شي واحدين كيمشيو كيجريو كيتسجلوا هما الاولين، كيتحبوا من التسجيل هو الاول، راه هو اللي غايش هاد المنصب. شويه عليك، راه باقا لك 15 يوم. المهم اللي خصكم تعرفوا هو انه العام اللي فات والعام اللي قبله واللي قبله، ان بوابه التسجيل تفتحات في شهر 10، يعني في شهر اكتوبر. فهاديك الوقيته كان التسجيل هاد العام الله اعلم. المهم اما تكون في شهر 9 ولا في شهر 10، على ما كنظن شهر 10. المهم هادشي كامل هو ان بعض الاخوان، بعض المترشحين كيزربوا كيتقيدوا كيمشيو يتسجلوا وكيديروا اخطاء، خصوصا في الرقم ديال البطاقه الوطنيه. هذا هو الخطا اللي كيطيحوا فيه بزاف، وهذا المشكل ديالو اولا الحل ديالو صعيب اولا ما تلقاش له الحل. اللي بغيت نتكلم لكم هو ان الحل ديال البطاقه، الرقم ديال البطاقه الوطنيه ما عندوش حل الا لعوده التسجيل. والمشكل هذا ملي كتبغي تعاود تسجيل كتلقى فتره التسجيل تسالات، اذا خاصك تمشي بشويه عليك. واسمع ليا شنو غادي نقول لك، ملي غتبغي تسجل بغيتي تزرب، سجلتي درتي الرقم البطاقه الوطنيه خطا وباقي لك الوقت، عاود تسجل من جديد ودير الرقم البطاقه الوطنيه ديالك الصحيح، راك بحال تسجلتي من جديد. يعني هذاك الرقم البطاقه الوطنيه اللي درتي خطا راه كيتسمى بحال ماشي انت اللي تسجلتي، كيتسمى شخص اخر، وانت عاد دير الرقم ديالك الصحيح. دونك هنا ما عندكش مشكل. فوقاش كيكون المشكل هي ملي كتسجل وكيفوت الاوان وكتلقى الرقم ديال البطاقه ديالك غلط. دونك هنا كتمشي للمديريه، المديريه كتقول لك ما عندي ما ندير لك، سير الاكاديميه، وهنا كتبقى واحد حداو راسكم. بالنسبه للمشكل الثاني هو مشكل ديال النقط، لي غولوفي دو نوت. هنا كتبغي تعمر لي نوت ديال لي سوميستر ديالك، كتقلب على الفاصيله، واش ندير الفاصيله ولا ما نديرهاش؟ هي ديرها، ولكن ماشي داك الفاصيله اللي دايرها هكا فيغول، دير الفاصيله نقطه، النقطه اللي كنستعملوا في كالكيلاتريس، كالكيلاتريس فيها فاصيله، نو فيها نقطه، كنستعملوا النقط 1.5 1.5 كذا. دونك هنا غادي تستعمل النقطه، النقطه ديما راها فاصيله بلا ما تصدع راسك وتصدق داير فيغول. كاين اللي كيدير هاد لك الفاصيله وملي كيبغي يشوف المجموع ديالو اللي جابو في الريزلت اون جينيرال، كيلقى جايب جوج جايب ثلاثه كله شحال جايب، وهنا كيبقى واحد حاصل كيمشي للمديريه كيلقى بروبليم. دونك الى مشى عليك الحال كيولي عندك ديفو ديال التسجيل، خطا في التسجيل، وخصوصا في هاد الوقيته هادي راه ولاو تيركزوا بزاف على هاد الشيء. هذا كيركزوا على النقاط، تيركزوا على شحال فوقاش خديتي الاجازه ديالك، يعني بزاف ديال الحيتيات كيركزوا عليهم، وغادي تطيح في هاد المشكل اللي انت. لهذا ركز معايا مزيان وعرف شنو غادي دير باش تسجلتي انت من الاولين، كانك انت مزروب ولا من الناس المزروبين وبغيتي تسجل من الاول، غتمشي هو هذاك وما غاديش تغلط، فهمتي؟ يلا كيف ما كتعرفوا ان التسجيل ما بداش دابا، ولكن بغيت نحطكم على واحد الحاجه اللي مهمه جدا قبل ما تمشيو تسجلوا، باش نوريكم الاخطاء اللي كيديروها الناس من قبل. يعني كاين الناس بزاف داروا شي اخطاء، كيمشيو للمديريات كيمشيو للاكاديميه تيصحوا دوك الاخطاء، ولكن كيلقاو صعوبه، وخاصه مع الرقم ديال البطاقه الوطنيه غادي نحكر عليه والنقاط وبزاف د الحوايج. وملي غادي تفتح السيت غادي تدخل للموقع غتلقاه بهذا الشكل هذا، يعني هذا الاطار عامر فيه لي زانفورماسيون، يعني التسجيل فوقاش تفتح وفوقاش غادي تسد، بالاضافه الى الوثائق المطلوبه اللي كتشوفوها هنايا. المهم اول حاجه غتكليكيو عليها هي طلب جديد، ما غاديش تسجل دخول حيت باقي ما تسجلتيش. ملي سيدي دير طلب جديد يعطيك هذه الواجهه هذه اولا هذه الباج هذه اللي كتشوفها، غدير فيها المعلومات ديالك، يعني معلومات ديال المترشح، الاسم والنسب بالعربيه والاسم والنسب باللغه الفرنسيه، تاريخ الازدياد فوقاش تزيدي كتجبد من البطاقه الوطنيه، المكان ديال الازدياد كذلك، والرقم البطاقه الوطنيه للتعريف. هنا خصك تزير راسك شويه. بالنسبه للرقم البطاقه الوطنيه للتعريف، ملي كتبغي تشد داك الارقام اللي كاينين في البطاقه كديرهم ماجوسكيل، كاينين مكتوبين عندك مينيسكيل ديرهم مينيسكيل، ولكن الا كانوا ماجوسكيل ديرهم ماجوسكيل، ما تخلطش. وكدير صالحه لغايه، مهم راه مكتوبه كلشي مكتوب في البطاقه، النوع يعني النوع ديالك انت شنو، واش ذكر ولا انثى، كتعمرها الحاله العائليه ديالك شنو، واش انت اعزاب ولا متزوج ولا ارمل ولا مطلق الى اخره، وكدير العنوان هذا كتجبده من البطاقه، شنو هو الاقليم ديالك يعني اين مدينه انت ساكن فيها، البريد الالكتروني بطبيعه الحال ديالك ضروري كتكتبه وتكتبه صحيح باش ملي كيوصل الموط باس يوصل نيشان عندك البريد الالكتروني ديالك. بالنسبه لرقم الهاتف كدير رقم الهاتف، ومن بعد كتب شي كدير رمز التحقق، رمز التحقق كيعطيك واحد المعادله شحال كتساوي، مثلا عندنا هنا 16 زائد 25 شحال تساوي لنا، دونك خصك تجيبها ضروري صحيحه باش يتحفظوا لك المعلومات. هنا بالنسبه للشهاده ديال البكالوريا، دونك هنا غادي دير شنو هو المسلك، واش انت كنتي علوم ولا كنتي اداب ولا كنتي شنو كتكتبها، والتاريخ ديال الحصول عليها فوقاش حصلتي عليها.
هنا نوع الإجازة، شنو هو النوع ديال الإجازة ديالك؟ واش الشهادات في المسالك الجامعية للتربية، ولا في المسالك الجامعية للتربية تخص مهن التدريس، ولا إجازة أساسية اللي عندنا حنايا واللي كنتقاتلوا عليها؟ هنا غادي دير اللي عرفته واللي عندك أنت نيت وتاريخ الحصول عليها، يعني فوقاش شديتيها. النظام ونظام الإجازة، هنا نظام تتابع ليه، واش نظام جديد ولا القديم؟ بطبيعة الحال غادي دير جديد، الأكثرية غادي دير الجديد حيت النظام القديم تقريبا اندثر ما كاينش اخر. هنا تخصص الشهاده، شنو هو التخصص اللي خديتي فيه الشهاده؟ واش رياضيات، علوم حياه الارض، ولا فيزياء وكيمياء؟ المهم شنو هو التخصص اللي خديتي فيه انت الاجازه ديالك؟ من بعد كنلقاو النقاط المحصل عليها، يعني لي سوميستر بسته كتشدك لي غول في نوت وكتبدا تقيد، ما تنساش دير النقطه. بالنسبه لشهادات اخرى، واش انت مازال عندك شي اجازه اخرى، ولا عندك ماستر، ولا عندك، المهم الا كانت عندك شي حاجه زايده كتزيدها هنا فوالا التخصص ديالها، مهم الى اخره. من بعد سيدي كنمشيو حنا نشوفوا واش استفدتي من البرنامج الحكومي والوطني، كان كنديروا كان لا كندير لا، دونك هنا غندير لا لا فوالا. بالنسبه للتجربه في التدريس، واش انت عندك شي تجربه؟ هنا كيهضروا على لي زيكسبيريونس اللي عندك في هذا المجال هذا. الا كان عندك في التعليم العمومي لا اظن ذلك، كان عندك في التعليم الخصوصي كدير كروا، كان التربيه غير نظاميه، محاربه اميه ودروس تام، ومن بعد كدير عدد الاشهر، كان عام كدير 12 شهر، كانت عامين كدير 24 شهر الى اخره. من بعد كنمشيو للمعلومات حول الطلب، دونك هذا رقم الطلب ووضعية الطلب ما كتقيسهمش، كتعمروا راسهم، رقم الطلب راه كيولي بالالاف حيت الناس كتشلو بالالاف فوالا. السلك المطلوب تاع، يعني السلك انت اللي طالبه، شنو هو؟ واش تعليم ابتدائي ولا تعليم ثانوي؟ مثال تعليم ابتدائي كنلقاو واش مزدوج ولا امازيغيه، كنديروا المزدوج. تخصص اخر ترغبوا في التدريس فيه، يعني الا كان شي كانوا باغيين استاذ في شي ماده اخرى، كتعز انت واش اللغه الفرنسيه، الاجتماعيات، المهم الماده انت اللي قريب ليها، ما عليناش. من بعد سيدي كنلقاو الاكاديميه، الاكاديميه هي الجهه، يعني اين الجهه كتنتمي انت، واش الرباط صلاه، فاس، الدار البيضاء، مراكش الى اخره. من بعد ملي كدير الاكاديميه كيعطيوك المدن اللي كتواجد في ديك الاكاديميه، مثلا حنا في اكاديميه الرباط صلاه القنيطره كنمشيو نديرو المديريه الاقليميه، كيعطيوك عمالة سيدي قاسم، عمالة سيدي سليمان، سيدي حيا، قنيطرة، الرباط، لا إلى آخره، خميسات إلى آخره. المهم من هادشي كامل كدير حفظ، ملي سيدي كدير حفظ تطلع لك هادي، تم حفظ طلبكم بنجاح للولوج لطلبكم مرجو الدخول باستعمال رقم بطاقتكم الوطنية والرقم السري. رقم البطاقة الوطنية هي اللي كدير في تسجيل الدخول، والرقم السري هو اللي طالع لنا هنايا، هذا كمثال. المهم المهم كل واحد وكيطلع له الرقم السري ديالو الخاص به، صوروا وكتبوا، المهم دخلوا باش المكان، المهم هو ما تنساش عليه، الا نسيتيه تحمل المسؤوليه ديالك. ملي سيدي كتخرج الفتره ديال المصادقه كيحطوا لك حداها مرفقات الطلب، هذوك المعلومات حول الطالب كيحطوا لك حداها مرفقات الطلب. شنو هما مرفقات الطلب؟ هما دوك الملفات اللي غادي ندفعوا حنايا، اللي فيهم ليسونس، اللي فيهم الباك، فيهم سي في، فيهم لا ليتر دو موتيفاسيون، المهم هادشي هما اللي ندخلو هنا. كتجي هنا كدير اضافه مرفق، ملي كدير اضافه مرفق كتعز انت واش نسخه من البطاقه الوطنيه، كدير اختيار الملف وكتدخلها من لي دوسي اللي عندك في البيسي ولا اللي عندك في التليفون، كتدخلها. من بعد عاوتاني كتولي تختار واش الالتزام ولا وصل التسجيل الالكتروني. انا غادي نتكلم لكم على وصل التسجيل الالكتروني. المهم هذا الشيء، المهم اللي كاين هنا اللي مطلوب هو اللي عديرو واللي عندك نتايا. بغيتي تزيد شي حاجه من عندك زيدها. انا نقول لكم على الوصل التسجيل الالكتروني، هو ملي كدير المصادقه على هذيك المعلومات الشخصيه اللي دخلتي انت، المعلومات حول الطالب، ملي كدير حفظ كدير مصادقه كتخرج لك واحد الورقه اللي هي سميتها الوصل. هذاك الوصل هو اللي كيخرج لك من الامبريمو، كدير له سكاني، كتسكانيه، من بعد كتخرجو بي دي اف. هادشي كامل ماشي غير هو اللي كتخرجو بي دي اف، وانما جميع الوثائق كتخرجهم بي دي اف، لا من البطاقه الوطنيه لا من الشهادات، المهم كتخرجهم بي دي اف وكتحطهم هنايا في اضافه المرفقات. ملي كتحطهم كاملين وكتاكد باللي راهم كاينين، كتمشي يا سيدي لايداع الملف. ملي كدير ايداع الملف فوالا، هنا كيمشي الملف كيقول لك ملفكم، المهم مشى الملف ديالكم راه وصل بنجاح او تمت العمليه بنجاح. ملي كتجي تشوف كتمشي تطلع على وضعيه الطلب شنو فيها. هنا سيدي كتلقى ملف محمل من طرف المترشح ولا ملف مصادق عليه من طرف المترشح. دونك هنا انت راك صيفطتي الملف، درتي اللي عليك، وتسنى واحد اليومين، واحد 48 ساعه ولا اكثر، وعاود ضرب شط الله وشوف. هنا يا سيدي لقيتي الملف مازال محمل من طرف المترشح، سير المديريه وقولها لهم باش تاكد باللي انهم راه صدقوا لك على الطالب. غتلقى ملف مصادق عليه من طرف المديريه او لا من طرف الاكاديميه. دونك هنا انت راك كتخرج من باب واسع، وسير دير شي حاجه اخرى اللي مهمه. دونك هادشي اللي كاين، والسلام عليكم.